أعزائي المشاهدين، كما عودناكم في برنامجكم الأسبوعي برنامج إماراتي، أنا أستضيف لكم خيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ولهذا الأسبوع نستضيف المهندسة أثير المديرة التنفيذية والمؤسسة لشركة تيرا العالمية للمقاولات في إمارة أبوظبي. بداية يسعد مساكي مهندسة أثير. الله يخليك، أهلا وسهلا فيك. مهندستنا فريق برنامج إمارات تشرف بزيارتي، نحاول يعرف اليوم قصة أثير، من هي أثير الخاطر. خاطر طبعا مهندسة من مواليد دولة الإمارات العربية المتحدة، مواليد أبوظبي. طبعا I was raised and born بأبوظبي، يعني درست وتعلمت بدولة الإمارات وبالأردن، والحمد لله بلشت العمل بإمارة أبوظبي بعد. وبعدين بسنة 2006 تقريبا أنا وشركائي فكرنا بفتح تيرا وبلشنا الجيرني. اليوم زيارتنا لكم من سمعتكم الطيبة لأسس شركة تيرا في 2006 وانتقالك من موظفة إلى صاحبة عمل. نعم. كيف كان الانتقال وهل واجهتي أي صعوبات في الفترة هذه؟ طبعاً أكيد هلأ الكلتشر عامة ككلتشر في مجال المقاولات إن جنرال للمرأة صعب مش سهل. صحيح. والحمد لله رب العالمين، رب العالمين وفقنا، الشركاء كانوا مساندين، الأهل كانوا مساندين، المجتمع لما كانوا يشوفوا إنه في أنثى داخلة في مجال المقاولات ما خوفونا، بالعكس كانوا مساندين وكانوا داعمين، والحمد لله رب العالمين الكل ما قصر، يعني الكل كان داعم لنا. اشتغلنا في شركات جهات حكومية، اشتغلنا مع مشاريع حكومية صحيح، ومع جهات حكومية الحمد لله، والكل كان داعم لنا الحمد لله. الحمد لله. مهندسة أثير، تأسيس الشركة واختيار اسم الشركة راح يكون شيء أساسي بالموقع والموظفين. خلينا نمشي في اختيار اسم الشركة مبدئيا. نعم. كيف كان اختيار اسم الشركة ومعنى الاسم بشكل عام؟ تيرا ارتبط الاسم بنشاط الشركة طبعا. نعم. وتيرا تعني اللي هو الاسم اللاتيني الأساسي لكلمة أرض أو يابسة، ف يرتبط بكل شيء بمعنى اليابسة، تيرا كوتا، تيرا إفري شيء، كل شيء مرتبط بالأرض واليابسة اسمه تيرا، فلحتى يكون الاسم ذا معنى مع النشاط نفسه للشركة اللي هو بيدخل في مجال البنية التحتية، في مجال المقاولات، يعني ما تحت الأرض وما فوق الأرض كله عند تيرا. تيرا العالمية للمقاولات اللي تأسست في 2006، الخدمات اللي تقدمونها اليوم؟ نعم، طبعا تيرا تقدم جميع أنواع المقاولات، جميع أنواع المشاريع التي تدخل في نطاق المقاولات. لما بنحكي على المقاولات بنحكي على مثل ما قلت لحضرتك من قبل، من تحت الأرض الى ما عليها، فاكزاكتلي انفراستراكشر، الكتروميكانيكال، ووتر فيتشر، لاندسكيبنج، ستريت سكيبنج، بناء، كونستراكشن، فكل ما يدخل فيها. وطبعا بالدايركشن اكثر شيء السستينابيلتي، البناء الاخضر، السوفت سكيب اكثر، الهارد سكيب اكثر، يعني عم نحاول نروح دائما على دايركشن المساحات الخضراء الكبيرة وما إلى ذلك، وعم نركز عليها أكثر بتيرا. ما شاء الله. شركة مقاولات تأسست، راح نحتاج اختيار موظفين ذو كفاءة عالية اللي قمنا بزيارتهم وكانوا مرحبين جدا. فخلينا نتحدث عن فريق العمل، كيف تم تكوينه وكيف تم اختياره من قبلكم؟ طبعا فريق العمل ما شاء الله الحمد لله نعتبره نحن الباك بون للشركة. كل ممبر موجود عنا تم اختياره بعد سلسلة من الاختبارات. في عنا اختبارات بتكون عملية وفي اختبارات بتكون شخصية، وطبعا الفريق الهندسي بالذات أو الفريق التقني هو الأساس اللي نحن بنعتمد عليه،
عندنا عمال وعندنا موظفين وعندنا تقنيين وعندنا administrators، كل واحد منهم يعتبر شريك بالرحلة، شريك بالجورني وشريك في تيرا نفسها. ولو تكلمنا عن علاقة الإداريين في الموظفين أو علاقتك أنت بالموظفين، نحن بتقدر تقول علاقة الفاميلي، علاقة عائلية. يعني نحن كل ممبر موجود بالشركة الحمد لله، open door policy، الكل بيتعاطى مع الكل بطريقة بانفتاح، بطريقة فيها open communication. الجونيور والسينيور ما في باريرز موجودة بينهم وبين بعض، وطبعا هيدا بيخلي الأسلوب والطريقة بين التواصل بين العالم اللي موجودة بالسايتات. يعني احنا عندنا سايتات موجودة بالفجيرة، بالعين، بي 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 بالإمارات الشمالية، بليوا، فهذا الشيء بيخلي صيغة التواصل أسهل، الباريرز مش موجودة بطريقة ستريكت. فالحمد لله علاقتهم ممتازة مع بعض ومعنا. الله يوفقكم. التفاهم اللي موجود في فريق العمل أهلكم أنكم تحصلوا على مشاريع كثيرة، ممكن نتكلم عن أهم المشاريع اللي تم تنفيذها من قبل تيرا انترناشونال؟ نعم، تيرا طبعا من بداياتها بلشت بمشاريع أكثر بالإنفراستراكتشر مثل جزيرة البالم جميرة. نعم. وبلشنا بمشاريع الكونستراكشن، الديفلوبمنت، مشروع قصر الحسن في إمارة أبو ظبي، مشروع مدينة الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه في إمارة الفجيرة. الحمد لله كان واحد من المشاريع الكبيرة، ونعمل فيه الديستريكت بارك مع السكيت بارك. السكيت بارك لحالها كانت طبعا بالانترناشونال ستاندردز مع معايير دولية ومعايير أمنية كمان دولية، بالإضافة لمشروع مصدر في إمارة أبو ظبي، حديقة مصدر أيضا. في عندك طبعا قصر الحسن أخذ جائزة أفضل مشروع بالأركيتكت، أفضل مشروع بالأركيتكتشر، أخذ جائزة عالمية بالأركيتكتشر وورك الحمد لله. عندنا مشروع الاتحاد أرينا الحمد لله كمان تيرا قامت بتنفيذه بطريقة ممتازة الحمد لله، وكل شيء تمام. وهيدول المشاريع اللي وصلتوا لها ولها اسمها ووضعتوا بصمتكم انتوا اكيد من خلال التفاهم اللي موجود عندكم، ولكن دائما يكون في تركيز في شغلنا او في خدماتنا بطريقة معينة. التركيز اللي انتوا تتركزوا فيه او تمركزوا فيه او يكون الواجهة تبعكم في اي مشروع تمسكونه، اوكي اكثر شيء طبعا بنركز على الكواليتي والانتجريتي، لانه نحن مش عم نشتغل المشروع ونطلع منه، احنا عم نفكر ببكره وببعده، انه الشخص اللي عم بيستعمل هذا المشروع ما رح يكون عنده بعدين كومبلينز، ما رح يكون عنده مشاكل، ما رح يكون في شغلات مثلا تصير كومبليكيتد بمنطق انه انت ما تعرف تحلها. فنحن بنتاكد انه what we start we have to complete it، وطبعا لازم نسكر الموضوع بطريقه منيحه جيدة وممتازة. يعني we achieve the excellence، ما بنقبل بتاتا انه يكون في شيء ناقص. وطبعا الفريق العمل لازم ويجب عليه الالتزام بهذا الموضوع، excellence بكل شيء بيعملوه. وجودكم في سوق دولة الإمارات أكثر من 20 سنة تقريبا. نعم. كان تحدي كبير. صحيح. في أزمات مرت، لو نسترجع إلى 2008-2009 الأزمة العالمية اللي كانت موجودة، في عندك 2014 كان أزمة خفيفة تقريبا، 2020-2019 كيف تم التعامل خلال الأزمات هاي مع مشاريعكم وتجاوزها؟ كل مشكلة كانت تطلع تصير عندنا نحن experience. نعم. وكل مشكلة طلعت دورناها وحطناها قدامنا ولقينا لها الحلول. We even obtain a certificate للبزنس continuity. البزنس كونتينيوتي سيرتيفيكيت طلعناها لحتى نتاكد انه نو ماتر وات از ذا كيس، وشو ما صار البزنس ضل ماشي، الموظفين يضلهم شغالين، المواقع تضلها شغاله بطريقه، حتى لو صار في تشينج مانجمنت، حتى لو صار في كونتينجنسي، حتى لو صار في امور طارئه نقدر ستيل انه نتعدى التحديات باذن رب العالمين ونقدر نتغلب عليها. بنحاول دائما انه اي any type of certification, any type of procedure جديد بيطلع بالماركت لحتى يقدر يحل المشاكل اللي بتصير، بالذات لما وقت الكورونا، لما وقت صارت العواصف، لما أي تحدي بيصير لازم نلاقي له حلول موجودة داخلية
ومنطلعها كبوليسي وبروسيجر بالشركة والكل بيكون مشارك فيها. على سبيل المثال لو نرجع من فترة أشهر تقريبا كان في موعد معكم ولكن تم تأجيل موعد صحيح. الفترة الحالية بسبب انشغالكم في بعض المشاريع ومن تأثير العاصفة صحيح. كانت موجودة صحيح. كيف التأثير كان عليكم؟ كيف تجاوزتوا الفترة الأخيرة؟ فيك تعتبر التأثير كان نل يعني ولا شيء، الحمد لله رب العالمين. لم يأتي حتى يعني كومبلين وحدة، الفريق قام من نفسه وبذاته، كل مدير مشروع أي مشاكل كانت موجودة أو مرأت عليه تعداها بطريقة إدارته كإدارة طوارئ داخلية لمشروعه، ككونتنجنسي بلان، كريسك أسسمنت، قام بإدارتها. اللي كان عنده مشكلة فتح المناهل، مشى الأمور، رتب الوضع لحتى الحمد لله رب العالمين ما حدا يتعرض لأي مشكلة أو لأي consequences بسبب المشاكل اللي صارت. والحمد لله رب العالمين الإدارة لما تكون عند كل شخص عارف شو مسؤولياته كل شيء بيمشي سموث. يعني نقدر نقول أنت عندكم الثقة في موظفينكم. أكيد الثقة اللي راح نتكلم عليها اللي ذكرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه الله. كتاب رؤيتي التميز دائما مطلوب صحيح. الرسول رقم واحد مش سهل ولكن المحافظة عليه هي الأصعب. صحيح. ما شاء الله عليكم مستمرين أكثر من 20 سنة في السوق وعطين ثقة أكثر للعملاء. الحمد لله. أسرار الثقة اللي تعطونها مثل خدمة ما بعد البيع، المعاملات التجارية بيناتكم، اختياركم للسب كونتراكت اللي راح يكون موجود عندكم أو الشركات الأخرى اللي راح تكون سيستر كومباني سبورت، كيف يتم اختيارها؟ طبعا نحن بنحاول دائما انه اي شركة كسب كونتراكتر او كمقاول بده يشتغل معنا كمورد لازم تكون عندهم ستاندردز بالكواليتي، لازم يكونوا قادرين على التشالنج وعلى الدليفربلز بتايم لمانر بالتايم فريم اللي موجود. لازم يكونوا قادرين انهم يلبوا الحاجة متى ما نحن كنا بدنا اياها. وات ذا سيم تايم مثل ما حضرتك أفضلت حكيت السمعة الوقت هذا شيء بنى ثقة عند الناس اللي عم تشتغل معنا أساسا. يعني كان في تحديات كتير كبيرة، كان في مشاكل كتير كبيرة، لكن الحمد لله رب العالمين الثقة اللي بنيت مع هدول الناس بفترات طويلة خلتنا أنه نقدر نحافظ على مكاننا وعلى سمعتنا معهم وعلى التزامنا معهم أنه شو مكان يا سب كونتراكتر معلش إذا أنا مش قادر أعطيك الالتزام المحدد أنا بتمنى منك أنك تتعاون معي. ما بيقول لا، لأنه صارت عبارة عن علاقة وبالوقت الطويل وبالبزنس بالماركت الكل بيعرف بعض. حضرتك بتعرف الكل يعني. اليوم لو بتكلم مهندستنا عن إرضاء الجميع صعب وغيرها تدرك، خاصة في دولة الإمارات اللي متوفر فيها أكثر من 200 جنسية. اليوم أنتم موجودين في الوسط كمقاولين، ولكن على يمينكم نقدر نقول الملاك وعلى يساركم الاستشاريين، كيف تتعاملوا في إرضاء الطرفين؟ طبعاً أو التدخلات الخارجية من غير المهندسين أو من غير فأنا بضل أقولها للتيم أنه إحنا حتى لو الكلاينت بيدفع لك حق سيارة صغيرة بده روز رويس. صحيح. أكيد. هلأ أنت مستحيل أنك تقدر أنك تعطي الشيء بالدرجة اللي بده إياها الشخص سوبريم على نطاق بجت محدد، لكن بالمقابل بتقدر أنك تنصح وبتقدر أنك تكون تعطيه الشيء اللي هو بيستاهله أو الشيء اللي هو بده إياه وتكون صريح معه. يعني إحنا منوصل لمرحلة أنه ممكن الاستشاري يقول لي لا انت بدك تركبي هاي الشغله بهذه الطريقه، انا بقول له عفوا انا رح اقول لك انه حسب الستاندردز وحسب الانترناشونال ستاندردز انا ما حقدر اركبها وما رح اقدر اعملها وانت بدك تتحمل المسؤوليه لانه حيصير فيها مشكله. صحيح. فانا مثل ما قلت حضرتك مش عم بشتغل بمبدا انه عم بشتغل اليوم، انا عم بشتغل اليوم ولبكره ولا ان شاء الله للعمر. فتيرا لما عم تشتغل الشغله عم تشتغلها بمبدا انه You are doing it today، لا على طول، مش ليوم وليلة فقط. اليوم دولة الإمارات الحمد لله رب العالمين بقيادة شيوخنا الكرام نقدر نقول توجهها للاستدامة للمباني الخضراء، أنتم كيف توجهها؟
طبعا هلا المشروع حديقه مصدر اللي قامت تيرا بتنفيذه كديزاين امبلت، احنا مشاريعنا يعني ثلاث ارباعها ديزاين امبلت، احنا بنعمل الديزاين واحنا اللي بنعمل اكزكيوشن از ويل. طبعا كان من المشاريع القليله جدا والليمتد اللي كانت بيرل 3 حسب الاستدامه ريكويرمنتس، فالحمد لله رب العالمين دائما الدايركشن للسستينابيليتي بالشركة أو بالتعامل أو حتى بالprint out أو بأفري single thing it's been taken into consideration. في عنا consultants وaffiliation مع consultants لصيغة الاستدامة لصيغة lead requirements لحتى نتأكد أنه عم نقدر أنه نحافظ على التيرا كاملة for a longer duration بإذن الله. وإذا نتكلم عن الفيتشر بلان أو الفيجن لحضرتك مهندستنا السنوات القادمة على شركة تيرا، وين ناويين؟ والله نحن نسعى إنه نضل محافظين على السمعة المنيحة بإذن الله، نضل محافظين على الكواليتي المنيحة شو ما كانت الصعوبات وشو ما كانت التحديات اللي ممكن إنه نواجهها، وبإذن رب العالمين الحمد لله على المساندة اللي موجودة الكل عم بيساندنا فيها. نسعى إنه تيرا تصير one of the outstanding companies، مش بس a good company، outstanding one of the best companies، وإن شاء الله إنه نقدر نوصل لهذا التارجت بإذن الله. كمهندسة وسيدة أعمال، راح نتكلم اليوم كسيدة أعمال في مجال المقاولات، دخولك المجال أكيد ما كان سهل، ولكن وجودك في المقاولات واستمراريتك هي المصعب. كيف ظليت مستمرة في مجال اللي نقول غالب عليه طابع الرجال أكثر؟ صحيح. الحمد لله رب العالمين، الأهل، البيت، الكل مشجع والكل مساند، والكل قدر أنه يعطينا البوش اللي نحن محتاجينها. ما رح أقول لك أنه كانت الأمور ماشية على طول سموث، لا طبعا كان في مرات الإنسان يحس حاله أنه مش عم يقدر والتحديات كتير كبيرة، لا هيدا الدومين للرجال مش للنساء بس، لا الحمد لله رب العالمين الدومين بيستوعب الرجال والنساء، ومثل ما شفت حضرتك ما شاء الله عندنا فريق من المهندسات ما شاء الله تبارك الرحمن. يا داعم للمرأة اكيد اكيد. ورسالتك للناس اللي دعموك بحدودها ورسالتك للسيدات اللي عندهم طلبات انهم يدخلوا في مجال الاعمال او يستثمروا، كنصيحه اكثر من 20 سنه في سوق العمل وكموظفه من قبل، ما هي اليوم النصيحه القادمه؟ طبعا اهم شيء انه الواحد طبعا اكيد الكومبرمايز رح تكون موجوده، انه الانسان ما يستسلم ويحاول قدر الامكان انه يبني good base، لأنه إنه to start the business مش كلمة، starting the business شغلة مش سهلة، فلذلك أكيد لازم الشخص يكون قادر إنه يعرف ويدرس الماركت ويدرس احتياج الماركت ويدرس شو الشيء اللي محتاجه الماركت لحتى لما بيدخل على الماركت ما ينصدم وما يخسر. فلازم تطلع المرأة يكون شوي خفيف على الهدى لتتأكد إنه الأمور تمام، moving to concrete as a start، وبعدين بتقدر إنها تبني بإذن الله وتوصل. دراسات الجدوى جدا مهمة، الفريق اللي بده يكون معاها والمساندة من فريق تقني قادر إنه يعطيها البوش كمان، هذا شيء طبعا مهم. اليوم ما شاء الله عليك كسيدة أعمال، كموظفة في شركتك، وكأم، كزوجة، كيف يتم توفيق ما بين جميع الأطراف ورضا جميع الأطراف؟ طبعا الحمد لله يعني الأهل مساندين، الزوج مساند والبيت مساند، وطبعا التقصير ممكن يكون موجود والأولاد مساندين يعني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في شيء بيجي بسهولة، ولكن دايما بنقول إنه كل صعب بيهون على النتيجة اللي الواحد بياخدها. ورسالتك اليوم لهم كداعمين لهم؟ بقول لهم أنا بتمنى، أنا دايما بقول لأولادي مرات سامحوني إذا أنا قصرت، فبضلهم يقولوا لي يعطيك العافية، وهي كلمة أنا طبعا كتير بحبها لما أحكي مع حدا بقول له يعطيك العافية، لأنه كل إنسان بيشتغل وكل إنسان بيسعى رب العالمين دايما بيعطيه،
والوالد والأهل وفريق العمل والبيت والأولاد كلهم مساندين وإن شاء الله يا رب إنه 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 ما أكون قصرت معهم ولا أكون قصرت مع حدا، وإذا قصرت مع حدا يسامحني، لكن مثل قلت لحضرتك الحمد لله الكل كان مساند، الكل الحمد لله رب العالمين. دولة الإمارات تنعم بنعمة الأمن اليوم، الحمد لله الإمارات تضم أكثر من 200 جنسية، شيوخنا دائما داعمين لجميع القطاعات التنفيذية كتعليمية كأعمال لجميع رجال الأعمال القادمين وسيدات الأعمال الموجودين خاصة السيدات دعمكم أكثر. صحيح الحمد لله. فرسالة توجهيها لدولة الإمارات على نعمة الأمن والأمان اللي احنا متواجدين فيها وحكومة دولة الإمارات لشيوخنا الكرام الله يحفظهم اللي دائما داعمين لجميع القطاعات. الحمد لله. طبعا لولا دعم شيوخنا الكرام ولولا دعم الاستثمار للمرأة ولولا الشيء اللي هني عم يعطونا إياه، أنا واحدة من النساء اللي ما كان ممكن أكون بهذا المكان اليوم، ولا كنت أقدر إنه أدير شركي، ولا كنت أقدر إنه أدخل في خضم ماركة المقاولات الصعب كمرأة. فالحمد لله رب العالمين، الصيغة للمستثمرين، التسهيلات اللي موجودة للمستثمرين، نحن صرنا نخلص تقريبا كل المعاملات أونلاين، فطبعا هذا كله شيء نفخر فيه وبنعتز فيه وبنشكر دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا، وبنشكر رئيس الدولة يعطي ألف عافية، ونشكر الشيخ محمد يعطي ألف عافية. فطبعا نحن ما فينا نقول غير شكرا ويعطيكم ألف عافية والله يزيدكم يا رب. فريق برنامج إماراتي يقول لك يعطيك ألف عافية ونستنى وجودك معنا. الله يخليك، تسلم. لك إن شاء الله التوفيق. شكرا. وأهلا وسهلا في برنامج إماراتي.